سيدة مالهون. سيدة مالهون. سيدة مالهون. سيدة مالهون. تعالي. 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 سيدة مالهون. أنت بخير؟ سيدة مالهون. سيدة مالهون. إنها حية. حية. ابن زلاجة أيها الجنود. حية. سيدة مالهون، قولي كيف حدث هذا؟ من فعل هذا؟ تاكاي قتل كل جنودي. توغاي إذن. عمي ليس خائنا يا عثمان. عمي ليس خائنا. توغاي لاحق السيدة مالهون. سلطوق. سيدي. أخبر جيركوتاي أن يعثر على توغاي. أمرك يا سيدي. هيا. اصمتي اصمتي. سيدة مالهون. اصمتي سيدة مالهون. ستعيشين. بلى، لقد فقدت الكثير من الدم. هيا يا بالا ساعديها. سيدة مالهون. هيا يا بالا افتحي عينيك. افتحي. سيد عثمان. تكلمي. تكلمي. لما لم يقتلك توغاي؟ توغاي لم يقتلني. كي أخبرك بما قال. ما الذي قال؟ غيغات يعلم بأفعالك. قال إنك سوف تتقيأ الدم والموت. على جميع القبائل التي دعوتها. أين توغاي؟